ومش معقول تكرار الاخطاء التحكيميه بشكل بيضيع نقاط من النادي الاهلي وبيضيع يعني يعني زي ما البيان واضح وزي ما كل الخطابات السبعه او الثمانيه اللي صدروا من النادي الاهلي بيبينوا ان ده اهدار كبير جدا جدا لمجهود الاجهزه الفنيه واللاعبين بس خلينا نتجاوز بقى النقطه دي ونروح لمباراه يوم السبت من مباراه تحكم يوم, يوم السبت اكيد بقى روح افريقي مباراه تحكم السبت أفريك. وهي المباراه الاهم طبعا ولا صوت يعلو زي ما قال زميلي العزيز احمد اسامه في بدايه الحلقه فوق صوت يوم مباراه يوم السبت ان شاء الله الرجاء المباراه يخلينا خلينا استعد مع حضراتكم مين حكامها؟ مين اللي هيكون حكام مباراه يوم السبت باذن الله؟ هيحكم طبعا اللقاء حكم جان جاك ندالة وده حكم من الكونغو الديمقراطيه ويعاونه مواطنه الكونغولي اوليفر سفاري مساعد اول وسليمان امل الدين من جزر القمر هيبقى مساعد تاني والحكم الرابع من الكاميرون بليسا نيجولا وفي غرفه الفار الجزائري مهدي عبيد ويعاونه عبد الحق عشالي. وطبعا مع الحكام اللي موجودين احنا لينا يعني لقطات سابقه يعني استاذنك احمد استعرضها هو ل... الاول عايز اقول لك ان حصل موقف طريف جدا ان سفاري ده يعني اتهم قاضي او سب قاضي في الكونغو واتقال اتقبض عليه اه اه لكن خلاص يعني تم آه. التسويه وتصالح و... وقدر يخرج لكن ده يعني بنقول له بلاش نداله يا نداله يعني احنا مش عايزين اي موقف معانا وان كان هو فائل حسن على النادي الاهلي لان هو كان حكم مباراه الاهلي وصن داونز اللي فزنا فيها 2-0 وقت ما كان رينيه فايلر هو المدير الفني وايضا للمصطفى هو حكم مباراه السوبر الافريقي ما بين الاهلي والرجاء اللي فاز فيها النادي الاهلي بركلات الترجيح بعد ادراك التعادل في الدقيقه الاخيره ولكن في المباراه دي والشوط الثاني تحديدا كان واضح جدا فريق الرجاء في مضيعه الوقت ولم يتدخل الحكم اي تدخل وهنا أكثر مشكلة من سبع دقائق وقت ضايع احتسب ثلاثه فقط لولا ان طاهر محمد طاهر اراح الجميع بهدفه وهدف دي التعادل دي التوقفات. اه دي التوقفات وهنقولها لكم بالتفصيل كمان لولا طاهر محمد طاهر اراحنا ما كناش هناخد حقنا في من هذا الحكم نفس الحكم نداله ما كناش خدنا طبعا حقنا في المباراه يمكن كان في توقفات يا احمد ممكن نستعرض وقتها التوقف الاول كان 99 ثانيه احنا جايبين لكم بالثانيه يا جماعه والتوقف الثاني 88 ثانيه وهكذا هتلاقي هات الصوره اللي بعدها على طول اه عشان نكمل 7 دقائق ثواني بالظبط كده احتسب قد ايه بقى ثلاث دقائق 3 دقائق لولا طاهر محمد طاهر ربنا يبارك له وراح الجميع ده كابتن هيثم بيدخل تحت بند الحكام اللي هم بلغه الكوره كده عارف انت اللي يقولك صيع كوره اللي هو ما تقدرش تمسك, تمسك عليه غلطه فاتحه لا بس دي ممسوكه لا ما هو, هو يقولك 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 لا. انت فاهم هيتلعب في لكن مسكنا عليه حاجه في مباراه انجولا ومصر مع المنتخب بقى وهي ركله جزاء آه لاكرم توفيق اكرم توفيق اه يا ريتنا نستعرض لو الصوره معانا لركله جزاء ما اتحسبتش طبعا, طبعا لاكرم توفيق ما اتحسبتش ولكن ربنا اكرم ربنا. اكرم توفيق ربنا يرجعه بالسلامه رب يا رب وسجل هدف التعادل في المباراه دي 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 طبعا ادي صوره اكرم توفيق والنتيجه 2-1 لانجولا عرقله واضحه لصالح اكرم توفيق ولكن نادالا لم يحتسب ركله جزاء بالتاكيد هو افضل حالا من حكام اخرين ولكن نتمنى ان يكون في توفيق ليه والامور مبارة يعني مهمه كمان مباراه طبعًا مهمه طبعًا مباراة الذهاب يعني لازم تكسب بنتيجه مريحه ويخش فيك اهداف يعني انت عندك هدفين تكسب باكثر فارق من الاهداف وايضا لا يستقبل شباكك اي هدف في ارضك لان دي طبعا هتكون صعب علينا المهمه هناك في حضور ستين ألف متفرج هيكون هناك في ملعب الرجاء وكمان انا عايز اقول حاجه كمان يعني الرجاء الناس الاخبار اللي بتسرب من المغرب يعني بيسربوا ان الفرقه ناقصه او مش الفرقه ناقصة الفرقه كاملة بالكامل وخلينا